قدم معرض الجواهر العربية 2019 جوهرة نادرة لا تقدر بثمن كونها من مكنونات هيرات البحرين، قام باصطيادها البحريني سند بن جفن وتم عرضها على الجمهور في المعرض. في كل موسم يعرض معرض الجواهر العربية في البحرين أغلى قطعة مجوهرات في العالم منفردا بتلك الجوهرة النادرة، وفي هذه النسخة قدم المعرض قطعة نادرة لا تقدر بثمن كونها من مكنونات هيرات البحرين. فهذه اللؤلؤة الطبيعية لفتت أنظار الزوار لروعتها وجمالها. حصلت على دانتين، وهذه أكبر دانة تقريبا على مستوى العالم تظهر من بناها الخليج المالحة اللي هي البحرين، وتزن 18 غرام، والدانة الصغيرة تزن 9 غرام. في شمال البحرين حصلتهم على عمق 18 متر. شعور ما يوصف صراحة، يعني هو شيء رباني طبعا، وأول ما فلكت سبحان الله شن شعاع شن نور في وجهي يعني، وسبحان الله بس سجدت ولمعت عيني وشكرت رب العالمين. اللؤلؤ الطبيعي البحريني يمتلك سمعة لافتة على مستوى العالم لما يتميز به من جودة عالية، وقد جاءت أكبر اللؤلؤات من هيرات البحرين لتؤكد هذه الفكرة. جودة اللؤلؤ بالنسبة حق البحرين هي أفضل جودة على مستوى العالم. كان السابق أهلنا يعني وجدادنا كانوا يقوصون، وكان ذاك الوقت يعتبر الغوص يسوي النفط الحين حاليا. فإحياء الحمد لله رب العالمين تمت النص تتجه مؤخرا على السلف، وكثر الغواصة في البحرين. وبالنسبة حق هذه الدانة أنا حصلت في شمال البحرين على عمق 18 متر، وهي من نوع البنك تادا ريلياتا، تقريبا هي على مستوى العالم من بعد البحرين من حية الشكل والنوع، وتزن 18 غراط، والحمد لله رب العالمين الله وفقني فيها. مجوهرات عالمية نادرة عرضها معرض الجواهر العربية 2019 لفتت أنظار زواره، إلا أن اللؤلؤة البحرينية كانت الوجهة الرئيسية في المعرض، فسحرت العيون ببريقها الساحر وأسرت القلوب بجمالها اللافت. في كل موسم يتفرد معرض الجواهر العربية بعرض أغلى قطعة مجوهرات في العالم، وفي هذا الموسم جاءت أكبر اللؤلؤة لتؤكد على جودة اللؤلؤ البحريني وتميزه على مستوى العالم. خول القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.